بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السعر الموحد لعمرة رمضان 2022، حيث سوف أقرأ على مسامعكم بعضا مما ورد في موضوع موقع الشروق. سوف أضع لكم الرابط أسفل الفيديو وقراءة المزيد من التفاصيل، وأقرأ على مسامعكم كما ذكرت بعضا مما ورد فيه، حيث أعلنت النقابة الوطنية للوكالات السياحية رسميا السعر الموحد لعمرة رمضان 2022 ابتداء من 26 مليون سنتيم 26 مليون سنتيم أو 260 ألف دينار جزائري. وشرعت الوكالات في التسجيلات الأولية للراغبين في أداء هذه الشعيرة أو هذه الشعيرة الدينية بعد إعلان رئاسة الجمهورية منتصف الشهر الجاري رسميا فتح موسم العمرة بعد توقف دام سنتين بسبب تفشي وباء كورونا. هذا بعض مما ورد في هذا الموضوع من موقع الشروق، الذي سوف أضع لكم رابطه أسفل الفيديو لقراءة المزيد من التفاصيل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.